برجع مع حضراتكم مرة تانية. من فترة كده كان الحاج أشرف السعد دايما بنتكلم ونطمن عليه. ليته قال لي أنا راجع مصر. قلت له راجع مصر؟ قال لي إن شاء الله راجع مصر. قلت له إمتى؟ قال لي قريب. كل شوية أقول له قريب. وانتظر وانتظر وانتظر. أشرف السعد ساب مصر سنة 95 تقريبا، يعني حوالي أكتر من 26 سنة أو تقريبا حوالي 26 سنة. راح فرنسا ثم استقر به الحال في بريطانيا. أشرف السعد النهاردة قبل الإفطار لقيت تليفون. فين؟ قال لي في المطار. قلت له يا راجل ما تقولش، كان لسه في لندن. قال لي طب اتأكد أهو. قلت له اداني مدير محطة مصر للطيران في لندن وتأكدت إنه موجود بالفعل في الطريق إلى القاهرة. أشرف السعد أولا مبروك وحمد لله على السلامة، مبروك العودة وحمد لله على سلامتك. سلامك الله يسلمك يا زحمة، الله يسلمك. قول لي موجود فين دلوقتي؟ أنا في مطار القاهرة، أنا وصلت الساعة 8 و... والله يعني ما أعرفش الحقيقة، واضح إن في شوية إجراءات أو يعني هم حتى مش عارفين إن أنا قاعد دي. لا قول لي قبل قاعد ليه وصلت مصر 26 سنة تقريبا؟ 26 سنة ونص. ونص. ونص بتاخد قرار العودة في هذا التوقيت وانت موجود. ايوه. انك بترجع دلوقتي مصر. ايوه. سبب القرار، سبب العودة النهاردة اللي بقالك 26 سنة ما عملتهاش. هو المفروض كنت اعملها من زمان الحقيقة، بس هو يعني لقيت انها ان انا العمر بيجري وانا لازم ارجع، يعني لازم ارجع. لازم ارجع بلدي. طبعا طبعا، انا عايش فيها هي، انا كنت بره بالجسد انما روحي فيها يعني. نعم صحيح، انا ما طلعتش منها دي حقيقه يعني. مظبوط. انت عارف كده يعني. لا صحيح، لا مع بلدك طول الوقت ومساند بلدك يعني لك مواقف كتيره الحقيقة. ولكن خليني هل عندك اي مشاكل قانونيه بصراحه؟ ما اعرفش والله العظيم، يعني انا ما اعرفش والله. لا قانونيه يعني ما في طبعا، هم مش هيقفوني كده يعني، مش هاويين يوقفوني يعني. اكيد في قدامهم حاجه يعني، في بس انا ما اعرفوش والله. يعني اكيد في احكام، في حاجه، في ما لازم تتقفل، لازم يتعمل فيها معارضه كده، بس انا مش عارف الحقيقه. يعني انا ما يعني انا في المطار الناس يعني مقابلني كويس، محترميني يعني. انما انا مش عارف الحقيقه. لا يعني انا مستعد لو في اي حاجه. انا يعني انا خلي بالك، انا طلعت معاك قبل كده وقلت قلت ان يعني تعقم الامه العربيه وكل العالم يعني، ان يطلع واحد يقول انا اديت لاشرف فلوس ما خدتهاش، دي غير وارده خالص. يعني انا مستعد جدا جدا لمقابله اي حد يقول لي انه عندي فلوس، انا مستعد والله. بكل حب يعني، بكل حب. انما انا ما فيش، انا معايا لسه مطلع جواب النهارده من المدعي الاشتراك اللي هو الكاتب غير المشروع يعني. ان انا راجل بالعكس، ده انا رجعوا لي فلوس يعني. وعليا وليا يعني، عايز اقول لك يعني، عايز اديك مفاجاه يعني. ان انا اموالي اللي موجوده هنا اللي انا ان شاء الله هاخدها يعني تفوق المليار جنيه. ليك فلوس هنا؟ طبعا. انا معايا جوابات، معايا اوراقي، ومعايا وكتبت قبل كده من اسبوعين وانا قلت لك مش هقدر اتكلم في الموضوع الا لما يكون قدامك ومعايا ورق يعني. انا ليا في بنك واحد 45 مليون دولار، في طبعا في عليهم، انما معايا ورق يثبت ان في حصل حاجه. 45 مليون طبعا عندي من التسعينات بفوتهم ولا من غير؟ دولار ما اعرفش. لا ما انا يعني هطالب يعني، انا ما اقدرش اقول اسامي طبعا عشانك انت وعشاني، وما اقدرش اقول اسامي لما يكون قاعد معاك معايا ورقه عشان الطرف الثاني يرد. وطبعا مش مجالها الاعلام يعني، مجالها المحاكم مش مجالها الاعلام. صحيح خالص يعني، ولا احب ان انا احطك في موقف زي كده يعني، مش هقول كلمه واجري. نعم ابدا يعني. لا طبعا عندي مليارات يعني، مليارات يعني. وبعدين انا عايز اعرف، انا يعني اي حد لو عندي حاجه انا موافق والله العظيم، بس الحقيقه انا ما اعرفش، انا بقى لي 4 ساعات ليه الحقيقه يعني. لا قبل ما تاخد قرار العوده ما فيش محامين سالوا يدوروا هل عليك قضايا؟ لا ما في، هو ما في يعني طبعا في حاجات في الكمبيوتر، بس احنا مش عارفين هي ايه يعني. مش عارفين هي ايه. في احكام طبعا، في حاجات بس ما اعرفش ايه والله. انا مستعد لمواجهتها يعني، مش لا يعني. اشرف السعد هيروح البلد
ولا هيدخل هيتحب؟ يعني ايه الموقف اللي قدامك اللي شايفه؟ لا انا ما اعرفش، انت المفروض انت اللي تقول لي. هم والله حتى الاخوه هنا ما حدش لسه، اعتقد قرار من حد تاني. نعم، ممكن يكون من النائب العام، من وزير الداخليه، انا ما اعرفش. لكن معرفش. وجودك النهارده، وصولك النهارده، اقامه دائمه، هتقعد ولا هترجع تاني بريطانيا؟ طب بس انا اروح بيتنا الاول. يا عم حرام عليك والله العظيم، انا بقالي اروح، انا عايز اروح بيتنا واقعد في حته فيها سرير، يعني مش مشكله اروح بيت بس اقعد حته فيها سرير يعني. نعم. لان انت عارف ان انا تعالجت في المستشفى يعني. انما لا يعني اروح بيتنا وبعدين نقول لحد في الحديث. الحمد لله على سلامتك. وهكلمك بعد ما اخلص الهوا ان شاء الله، نطمن عليك وهنشوفك ان شاء الله على الهوا هنا زي ما اتفقنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي هتخرج بالسلامه ونشوفك. الحمد لله على السلامه الحاج احمد سعد. يا رب.